عكس شيء حلو ابو محمد. توقع التمني والله الامنيه الهلال، بس توقع توقع ما اقدر اتوقع، صعب. لا لا يعني والله صعب، الهلال قاعد يتعرض لامر. الهلال في شهر كامل يا ابو سعود 10 مباريات، 10 يعني كل 3 ايام مباراه. فاللي يقول لك الوضع مو صعب اليوم، وهذه نصيحه لجمهور الهلال، تقبل كل شيء. لا تروح تحط في بالك اني فايز من برا. ليش 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 خايف؟ ان شاء الله فايز. اللي ما يخاف يا ابو ابو بدر، اللي ما يخاف ويحترم المنافسين ما راح يغلب. احترمه بس ما خاف، بس احترم الفريق. اذا ما تحترم وتخاف من المنافس تعطي قيمته ما راح تفوز عليه. طيب بس احنا الموضوع مو خوف من المنافس، الموضوع خوف من الارهاق اللي للاسف قاعد يعمل لنادي الراحه متساويه بينهم. للاسف في امور حتى لا. هذا عتب كبير على الاتحاد السعودي، انه حتى ضاغط الهلال السعودي 32 يوم 10 مباريات من 29 شيء. لو الاهلي واصل يا ابو محمد، لو الاهلي واصل نفس الشيء ترى. اذا وصل الاهلي لو واصل النهائي اذا وصل نفس الشيء، اذا وصل نفس جدول المباريات، نفس الضغط، يلعب بابطال اسيا، يلعب نفس الشيء. اذا وصل ويلعب كاس خادم الحرمين، اذا وصل الاهلي قول هيك كان يلعب. اذا وصل الاهلي في هالامر هذا، نعم، ومضغوط الحين في كاس في خادم الحرمين، قول والله الاهلي حصل هالامر. احنا نتكلم شلون لو قاعد نقول نفس، انت تقارن عليك، انت تقول لو واصل، انا اقول اذا وصل قول هو برا خادم الحرمين الحين. زين الضغط على الهلال اكثر.